ABC Press is very proud of its relationship with Mehdi Hawooz over many years, and we continue to work to bring his memory and his work to a new generation of readers, whether that is in the print copy form or increasingly, we think, of the digital forms of publication. We continue to produce a number of books each year from Nicky Mahfouz's work, and this year we're very proud to have produced paperback editions, the first time, of a number of his works, The Dreams of Departure. And then Nicky Mahfouz's Medal for Literature on the Nobel Laureate's 102nd birthday. On behalf of the jury of the award, Dr. Shireen Abu Naga, Dr. Hussein Hamouda, Dr. Mona Tolba, Kritik Abdu-Wazen, and myself, it gives me great pleasure to announce that the Naguib Mahfouz Medal for Literature is awarded this year to Khalid Khalifa's novel, No Knives in the Kitchens of the City. أعترف بأن أوهامي قد انتهت حين اكتشفت أننا أشخاص ضعفاء إلى درجة كبيرة غير قادرين على مساعدة طفل نازح في مخيمات وإعادته إلى نصف منزله أو قصة رجل قتله قناص لمرور خاطئ من المكان الخاطئ في الوقت الخاطئ لكنها في الوقت نفسه تغالت عن عيني غشاوة كنت لا أجرؤ على الاعتراف بها نحن نعمل في الهشاشة لأننا نصنع الجمال نساهم بجعل حياة البشر أقل وحدة وقسوة لا ننصر مظلوما لكننا نساعده على أن يستجمع قواه ويحارب من أجل قضيته لا نستطيع إقناع امرأة مهجورة لأن العزلة ليست سيئة إلى هذه الدرجة لكننا نستطيع أن نجعل عزلتها أقل وحشة نفضح طغاة وانتهازيين وقتلة لكننا لسنا محكمة تصدر أحكاما هكذا أرى الرواية التي غيرت حياتي جعلتني أقل قسوة وأكثر دقة في إصدار أحكام قيمة قاطعة لا تقبل النقاش لأن في الرواية كل شيء قابل للنقاش والتحول والذهاب في الاحتمالات الغريبة لأنها ببساطة سجل الإنسان الذي ما زال يكرر أسئلته عن السعادة عن الحب والكراهية وما زال يلهث وراء سؤاله الأساسي وأقصد هنا سؤال الموت لقد بدأت الرواية العربية تحفر في الذات والمجتمع متخلية عن الإنشاء لصالح السادة والنثر الحقيقي مع معلمنا الكبير نجيب محفوظ الذي علمني معنى المثابرة معنى قوة الكتابة وألمها كما علم أجيالا من قبل وسيكتشف من سيأتي من بعد جيلنا الكثير من أسرار يتعلمونها من نصوصه اليوم تقف الرواية العربية على تلك الأرضية التي ستنطلق منها لتكون شريكة في الفضاء الإنساني خاصة وأنه في العقد الأخير بدأت مرحلة جديدة في حفريات الفرد والبوح للمسكوت عنه كما ستساهم الثورات التي ما زالت في أول الطريق في جعل اليقين قابلا للشك بالتالي فإن المجتمع الذي عاش كل هذه القرون في بحثه عن هويته سيصل بالتأكيد إلى نتائج مغايرة تنفض الغبار عن ثقافة عظيمة كانت يوما شريكة في الثقافة الإنسانية المتمدنة وليست مجرد صدى مستهلكة للنتاج الإنساني أيتها السيدات أيها السادة لم أكن أتخيل أنني سأكون هنا تطوق عنقي ميدالية المعلم الكبير نجيب محفوظ كما طوقت عنق كل الروائيين العرب طوق هو عنق كل الروائيين العرب بإرثه الذي تركه لنا شكرا لجنة التحكيم شكرا لحضور الكريم شكرا للجامعة الأمريكية في القاهرة الجهة الراعية لهذه الجائزة وللقاهرة التي ستنهض وتعود مرة أخرى الأم الكبرى لكل عشاقها وأنا واحد
من هؤلاء. خالد خيف، شكرا.